انا مش معلش يعني نادي محل نادي كبير، بس مش انا النادي الاهلي اللي عندي سكواد قوي وعندي امكانيه ماديه ان انا هجيب لعيب النهارده. اللعيب اللي هيقول عليه المدرب هجيبه النهارده. لا صحيح، المحل مش كده، عندك امكانيات محدوده. الامكانيات طبعا بالنسبه لنا محدوده، يبقى انت هتبقى مصنف رابع نادي او خامس نادي من تحت اللي هجيب لعيبه بامكانياتك من تحت. الامكانيات بتاعتك نحسبها. السنه اللي فاتت كان في رعايات شفناها على فانيله المحله والاول مره، والحقيقه كان هناك اهتمام من الوزير السابق السيد هشام توفيق بالفرقه شويه، ووفر بعضا او جزء من الامكانيات. عرفت السنه دي ان الامور مختلفه، قد تكون اقل. انا الامور الماديه او بالنسبه للرعايه انا مش متعمق فيها قوي. لا انا اللي بحكي لك، انا اللي بقول لك يعني لو دي هتأثر. لو دي هتأثر. هتأثر. هتأثر طبعا. انت محتاج تتعاقد على الاقل مع 12 لعيب. يا نهار ابيض، 12 لعيب. 12 لعيب في كل مكان. انت محتاج حارس مرمى، هتحتاج اتنين مساكين، هتحتاج. انت بتتكلم حارس مرمى مش لازم يكون رقم واحد، لانه عمرو شعبان عمل موسم كويس الحقيقه. تحسبا انه ممكن يمشي. يمكن يمشي. طب افرض عمرو مشي هتعمل ايه؟ نعم. عندك محتاج اتنين مساكين، عندك فتح الله مشي. نعم. هتحتاج اتنين مساكين. كواليتي عالي. هتحتاج اتنين في نص الملعب. أيوه. هتحتاج ست لعيبه قدام، يعني انت العنصر الهجومي عندك مش موجود. العنصر الهجومي عندك بالنسبه لك ضعيف، ضعيف جدا. فانت محتاج كمان افارقه على ليفل اعلى شويه. نعم. فانت محتاج تتعاقد مع 12 لعيب. والوقت ضيق. هتتعاقد معاهم امتى؟ فلازم يكون حد عنده الاكسبيرينس الكافيه في الدوري ان انا اقدر اختار اللعيبه دي. نعم. ان انا اقدر ابقى عارف امكانياتهم هتمشي مع الدوري المصري ولا لا، عارف امكانياتهم هتمشي مع اللي في دماغي، مع الكواليتي اللي موجود في المحله. نعم. واقدر اعمل لهم توليفه كويسه ولا لا. هي دي القصه كلها.